رغم الحروب والأزمات التي تعصف بلبنان، فإن معظم المدارس في بيروت تستمر في فتح أبوابها للطلاب، مصممة على مواجهة التحديات وتوفير التعليم رغم الصعوبات. وتحاول المدارس اللبنانية الحفاظ على حياة الطلاب وأمنهم في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل. تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، فتحت المدارس اللبنانية أبوابها أمام التلاميذ والطلاب، آملين أن مواصلة التعليم سيكون أقوى من أصوات المدافع والقنابل الإسرائيلية. ورغم حالة القلق التي تسيطر على أولياء الأمور من حدوث أي طارئ خلال تواجد أبنائهم في المدارس، إلا أن الرغبة في عدم حرمانهم من حقهم في التعليم قد تغلبت على مشاعر الخوف والقلق، وأصبح التحدي للحفاظ على مستقبل أبنائهم هو الأمر الواجب التنفيذ. بالإجمال يعني بالمدرسة في احتياطات بتتاخد كرمال التلاميذ، ومحضرين حالنا يعني إن شاء الله ما بيصير شيء، وبحال لا سمح الله صار شيء المدرسة قادرة تحمي التلاميذ. الحمد لله هلأ هون الوضع أمان، ويجي الولد على المدرسة أحسن ما يضل بالبيت كل الوقت عم يركز على الأخبار وعم يحضر أشياء مش لازم يحضرها، بالعكس يجي على المدرسة يركز على درسه، والحمد لله يعني واحد بيتكل على الله مثل ما الله بيريد. الحياة بدها تستمر، حرام تطلع بالولاد، قطع عليهم كورونا وقطع عليهم 100 شغلة، ما هو الأطفال يعني إذا كل سنة بدهم يضلهم هيك، إنه نضلنا خايفين، هلا خايفين على أولادنا بالنهاية هو اللي شقفي منا، بس الحياة بدها تكمل، وبنتمنى إنه يا رب دخيل إجريك ما بقيت شيء. وتسعى المدارس اللبنانية إلى توفير كافة سبل الأمان للطلاب من أجل الحفاظ على حياتهم في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل. نحن قررنا نفتح المدرسة ونحن منآمن بثقافة الحياة، ونحن بدنا نخلي صوت القلم وصوت المعلم يتغلب على صوت المدفع وعلى صوت البارودة، وبدنا نخلي الطلاب يعيشوا هالمأساة اللي عم بيشوفوها كل يوم، غير انه ما بدنا نخلي الحرب تدمر كل شيء. نحن بدنا نقول للحرب نحن اقوى منك. مثل ما بنعرف انه نحن هلا بمرحله كثير صعبه، اذا بدنا نحن نفكر ونخاف ونقعد بالبيت هيدا منه حل، لانه في عنا جيل، هيدا الجيل غلط يكون عم يخسر سنه، خاصه انه هيدا المستقبل بعده باوله قدامهم، يعني نحن مضطرين نكون عم نضحي ونرجع على المدرسه، وهيدي بوش كبيره ليكون عم يتحسن الوضع اكيد نفسيا بالنسبه للاولاد وحتى نفسيا بالنسبه الي، لانه بس يكون حتى الاستاذ قاعد بالبيت ما بيكون مرتاح نفسيا اكيد. عوده الطلاب اللبنانيين الى المدارس تثبت أن أصوات المدافع والانفجارات لم ترهب اللبنانيين ولم تفقدهم الأمل في الحياة، وأن هناك أجيالاً عربية قادرة على تحدي الجرائم الإسرائيلية.